تيمو كورتوا وراول غارسيا، وسبعة وثمانين 88 دقيقة لعب. راول وتيمو، يا إلهي تيمو كورتوا يسجل هدف لريال مدريد. نعم يسجل هدف لريال مدريد. أي تصدي، أي تحدي، أي تألق، أي تألق، أي تألق، أي مباراة يا تيمو كورتوا. الله الله الله، يقول لك حارس المرمى نصف الفريق أمام راؤول. تيمو بالقدم بروعة كبيرة، رأس حربة هذا وليس حارس مرمى. يا لها من ردة فعل يا أخطبوط، بشكل كبير، بشكل جميل جدا من جانب تيمو كورتوا. يا لها من ردة فعل، صد الأجمل في هذا العام، ربما في هذا الموسم على الإطلاق.